كل شوية كانت 94 وليت 95 تحسنت. شو رأيكم يا جماعة؟ أما خير ضرب رياضي ولا الأخرى؟ هذه أكيد هذه شيء علاش هذه يا خير؟ وقت اعطيناها باش تعمل تيست عطتنا الأكورسي 95 أنا لا يعني ما الأكروسي الأولانية تحت تحت ترين خاطر فلوس دي كلاج كبير ما بين الأكورسي والترينينغ. اي هو صحيح فماش ديكالاج كبير، لكن كي هي تو طاحت في الترين وطلعت في التيست ما هي اقل من الاخرى في الترين، لكن خير منها في التيست. وكان هي اللعبه اللي نجم نقولوا خير. انا اللي يهمنا اكثر السكور نتاع الترين ولا السكور نتاع التيست؟ نتاع التيست نتاع التيست نتاع التيست خاطر احنا مش نستعملوه في الدنيا، معناها هو مش يخدم على حاجات ما يعرفهمش بالضبط. هي اللعبه اللي باش نستعملها على ديك اي كليون، معناها مشكل نفس الكليون 103000 هذوكم، اي كليون جاي للشركه في الطياره انت نستعملها عليه، دونك يلزمها تكون تعطي ريزلتات سمحه على الكليون اللي ما تعرفهمش. دونك اون فيت هذه تحسنت شويه في التيست، فرق مش كبير هنا يعني. اما تحسن ديجا كان مبدل الماكسيموم ديبث وتجي دي فالور اخرى. اون جينيرال كي تكثر في الماكسيموم ديبث معناها قلت لك مثال جغرق بزايد، تسبب تحفظ اللي تعرفهم والاخرين تولي تسبب تغرق فيهم شويه، تغلط فيهم شوي. بينما كي تقولي لما تطولش ياسر فيني ما تعملش برشا قصات هضمها في التري، بحكم الدنيا مشكشكه هنايا، تريني مشكشكه بطريقه والتيست يكون مشكشكه بطريقه اخرى، معناها القصات اللي تعمل فيه مع التريين لنا زايد تيستينج ديتا تنجم تكون مشكشكه بطريقه اخرى، معناها مش بالضروره البوان هذا هنا في التيستينج ديتا اشتغل البوان هنا بالضبط وبوان ازرق هنا تتبدل شويه، معناها غتفهم تشكشيك ما نقول لها زايد قصش غادي اعطيني من الاخر جلوبال نوع، معناها الخضر فين والاحمر فين والبلاصه مشكش كما تركز معها ياسر. في كثير من الاحيان تعطيني ريزلت اخير في التيست هكاك. ديتاي هذوما كان نحكيو فيهم في الورك شوب الجاي ان شاء الله نتاع ليفاليواسيون دي موديل كيفاش هكا، ونورمالمون اش نعملوا ان شاء الله ها ان شاء الله ورك شوب على ليفاليواسيون دي موديل اون جينيرال، اش نحكيو على ريغولاريزاسيون كيما في اللوجيستيك كيفاش تحسنها كيما في اللينيير كيما حاجات اخرى، ونعمل ورك شوب خاص لليزابر خاطر لاربر في حدتها فيها بليزيور بارامتر وتنجم تحسنها برشا، معناها تبدل فيها برشا حاجات. نعمل ورك شوب يعني فيه اوبتيميزاسيون تاع لاربر نتاعك كيفاش تحسنها وكيفاش تلم بليزيور اربر تكملهم، تعمل غابه اسمها فورس راندوم فورس تخدم شجره تخدم تخدم غابه كامله معناها اشجار يشبهوا لبعضهم حسيلو. دكتور كيش مازال بون بريس كمان توك 9 و4 احنا بدينا 7 و4 ولا 4 دونك ميسيرش مازال شيء دونك جوست في سافيز اش نعملوا اربر ان اوتر اكزومبل تاع اربر ابليكي على ريغريسيون في اوت كلاسيفيكاسيون قبل ما نتعدي له، اش رايكم فيها؟ فماشي سؤال بلي باش نسالك يا محمود اي كيف في بروبليم مثال كيفاش نعرف اني باش نخدم باربر ولا موديل واحد اخر معنا. اون جينيرال تجرب، اون جينيرال تجرب معناها بليزيور موديل بازيك ريغريسيون لينير اربر كذا. لاربر بار اكزومبل بسهوله تور فيتي تعمل اوفر فيتي دونك زعما شويه ريغلومون ساعات. ريغريسيون لوجيستيك سامبل تنجم بار اكزومبل تبدا بريغريسيون لوجيستيك ولا كارينات ان شاء الله نعملوه في عصر الهيسس وتشوف كان هما ذوك ما عطاوش تولي تشوف الموديل القوي تنجم تقول تعمل موديل قوي، معناها اون جينيرال الموديل قوي يوفر فيتيو بالسهل في اكثر في كثير الاحيان. حسين وانت تجرب بليزيور موديل كان لولاني عطاك سكور باهي جاوك حفلات تحاول تحسنه شويه وكا كان لقيت موديل كان ما عطاك سكور باهي سكور كافي دونك تجرب بليزيور موديل اخرين فماش قاعده معاه. فهمتني شحال نوتا شو لي ريغريسيون يا جماعه نابليكو اربر نشوفها كيفاش تولي في ريغريسيون تك تك راه ما نبداوش ان شاء الله مش باش نطول عليكم. بسم الله لا برتا و ريغريسيون شنو ريغريسيون؟ ريغريسيون كي تحب تبريديكتي حاجه كونتينيو مش راضي ولا مش راضي فرحان ولا مش فرحان مريض ولا لاباس ولا مش بريديكتي الدار قداش ابري تتباع في سوق العقارات الكليون قداش نسبه البروتين الفلانيه في دمه والا في الاكزامبل هذا اللي خدمنا عليه المره الاخرى خدمنا عليه ريغريسيون لينير تاك شامبليكي عليه اربر ان شاء الله تحاول من جمله يعني مواصفات معينه على الجلد نتاع الكليون تبريديكتي الحجم نتاع التومور اللي عنده، معناها ضمن ديك الكليون اللي عندهم مالادي اسمها ميلانوما نسال الله العافيه هذه فادي تومور كونسير هو
أنا عافاكم الله. دونك في تيمور ورم كما قلوا، الورم عنده حجم، دونك تحبوا نصنع الموديل اللي من خلال مواصفات معينه على الجلد او كذا نتاع الكليون يحاول بريديكتيك بالضبط الورم قداش كبره. تعاون نحكي حتى خاطر لي شيكشور والجماعه ديال اللابوراتوار وكذا اون جينيرال فما معنا خدمه تجي تكون تشوفها في جوجل، فما عشان سبكتروسكوبي ولا شنو فازات ميكروسكوبي يحاول يستمي كيما نقول. كان عندك موديل ينجم ابري يعطيك معنا دياغنوستيك تك تك معنا كانك مزروع معنا ابري معنا مش ديما فما ايرور. خاطر كيبدا موديل يعمل ايرور كبيره خايب. المره الاخرى عملنا ريغريسيون لينيير معنا تطبيق الايكواسيون هذه ما عندك بيجير فاريابل. الفاريابل اللي عندك هما شنو هما؟ الفاريابل اللي عندك هما في الداتا هات هو الماس بتاع شنو والسايز بتاع ولا ما حسيت حاجه تبع جلد الحق ما هو بيولوجيك ما ركزتش معاه. هو اون جينيرال كي بتخدم في بروجي تطبيق لي فاريابل تاخذ تفهم شنو هي السينيفيكاسيون تاعهم بليز او موان ساعات تبدا حاجه ان بو معناها سيونتيفيك كذا تحاول. المهم هنا بار اكزومبل كبر ما عادش نصور عن السيفاس تاع الجلده المتضرره والى اخره برشا معلومات على الجلده من خلال المهم تحب تبريديكتي حجم التيومر اللي هو فين في الداتا كامله تيومر سايز ما عادش الواحد شنيا سنتيمتر سنتيمتر كيوب ولا ما ادري. المهم صنعنا ريغريسيون اللي هي الوقت عطتنا ريزلتا خايبه. جينا شفنا الايرور في الريغريسيون على فكره فماش اكيرسي ما تجمش تحسب نسبه الكليون اللي الموديل بتاعك بريديكتيهم بالصحيح لانه يعني هنايا شنو هي النسبه هي عدد الصحيح بارابور للتوتال. هنايا موديل مش بريديكتي باش ما ماهوش باش يبريديكتي لك حاجه بصحيح 100%. تعطي ان كليون تقول له قداش كبر التيومور نتاعو الموديل مش يقول لك هذايا 14.103 كان الموديل باهي نجم يقول لك 14.2 13.9 حاجه هكا قريب معنا ديما فما ايرور فماش واحده صحيحه. دونك كيفاش نقيموا احنا الموديل نتاعنا نحسبوا اون موين قداش ليرور قداش يغلط اون موين معناها كي بريديكتي لك يقول لك الكليون نتاعك هاو الفالور نتاع التيومور نتاعو قداش يكون بعيد قداش على الفالور الصحيحه. عملنا ريغريسيون لينير نلقاو ليرور اون موين 4.3. كي تجي تشوف لي فالور انت الكليون هذا التيومور نتاعو كبرها 16 هذا كبرها 3 هذا كبرها 9 4.3 ايرور كبيره يعني لانه بار اكزومبل الكليون كيما هكا التيومور نتاعو 3 والاخر يعمل ايرور نتاع 4 دونك يقول لك التيومور نتاعو 7 ما عملنا شيء معناها الكليون الباسيون التيومور نتاعو كبرها 3 والموديل تاعك تقول لك كبرها 7 كارثه. هذا التيومور 16 الاخر الموديل تاعك يعمل لك غلط يقول لك 20 ولا 12 خاطر الايرور هذه بليز موان معناتها اكثر ولا ازيد. دونك كبيره الفالور تاع الايرور تاع ريغريسيون اللي هي نحب نشوفوا الاربر اسكو تنجم تعطينا ايرور اقل من كل الاربعه هذيك 4.3 بون شبيك 22 تبدل هي امبلياتوار معناها كي تعمل اكزيكيسيون تبدل الفالور شويه خاطر الموديل معناها في الموديل نتاعو في حاجات شويه الياتوار لا علينا حاسب. باش نابليكيو اربر تاو ماشي باش نابليكيو ريغريسيون لينيير ماشي باش نابليكيو ايغريك ايكال اكس بلس بي باش نابليكيو اربر. باهي لحظه برك يا جماعه فماش سؤال ساعه البروبليم هذايا على الداتا هذيا ابوبي محمود لان انا كي عاودت نجرب في الترين سبليت ترين تيست سبليت هيكي كي حطيتها من غير راندوم ستيت ما حبش يقبل هالي اوكي زدت راندوم ستيت قبلها فهمتش علاش هو راندوم في بالي معناتها يقترح يعني يقسم الياتوار التيست وال والترين ما فهمتش الوي ما علاه انت مشيت لك وين ما حبتش وقت يعني كي جبت لك على جوبيتر ولا على كاجل ولا فين على جوبيتر ماش بكش حكي الفيرسيون ما هو جينيرال احنا نقولوا هكا كان فين ما حاجه ما نمشيش نقولوا بكش من الفيرسيون مش هي ما نعرفش انت كي نحيت الراندوم سيف معناها حطيت الكود كيما هكا كيما هو اي انا من الاول جربتها كيما هكا معناها ما حبش يخرج لي كي حطيت الرور في جوجل وبقيت اللوج كي زدت راندوم سيف مشيت تذكرت شنو هي الرور عليها الحق كاش كي مش نرجع نتابعها مره اخرى مش مشكل حاسيلو مش مشكل هو الراندوم سيت مادام صلحت لك حطها هي راندوم سيت ما بيش تفزت حتى شيء كي تحطها دونك ما تخسرش ساعات هكا كانت كيما ريغريسيون لوجيستيك ابليكينا كي نابليكيها وحدها طول يطلع لي ديما كي تجي نشوف في الجوجل معناها شنو الايرور هذاك يقول لك
وليك تحط لها هذا السولفر يقال لبلينيوم جوز حتى انت باش نبدا على الرور معناها هو ستيم ميثود معناها يطلع لك الاول بي ودري شنو هو بروبليزور ميثود اخرين هي كيكا فما مشكله في البيبليوتيك عندهم ولا شنو ساعتها كيكا ساعات دي بروبليم انه هذاك عادي لازم نسيت ما تفرخش الدوك ما تقلقش كيف تحطها فهمتك باهي دوكا عندنا دي كليون نحبوا نطلعوا حجم التيمور نتاعهم دونك شنو نعملوا اربر نتاع ريغريسيون الاربر نتاع ريغريسيون تسال اسئله زاده لكن حسب السؤال الاسئله اللي تساله مش باش تقول لك في الاخر راضي ولا مش راضي مريض ولا مش مريض باش تقول لك قداش فور اكزومبل انت هنا تحب عاش الداتا هذه نتاع شنو التصويره هذه بالذات كما نقول باش تبريديك السعر نتاع الدار كما نقولوا قداش من عام اللي تبنيت فور اكزومبل ولا حاجه كيكا حسب هذاك ها السعر قداش يطلع عمريا شو يعملوا هنا شوف الديار اللي عندهم اقل من 4.5 سنين من اللي تبناه معنا جماعة الياس يسأل سؤال هذا اذا كان ياس يحسب المعين متاعه حطي لك معنا من اخر اي دار هنا عندها اقل من 4.5 سنين مدرش يبريدكتي لها الفالور هذه اذا كانوا ما همش اقل من 4.5 سنين اقدم شوية الديار يسأل سؤال هذا مش عارف شنو for example في الاخر شاعتك دي فالور هكاية والان دي على فكرة يقصد قداش من دار في البرانش هذه أنا ذي الآن تابع سواء كلاسيفيكاسيون ولا ريغريسيون تجب تقايا في الشيمان تعالى الآن يقصد قداش من دار اللي يس عندهم أقل من 4.5 سنين 90 كعبة هنا عندك 16 كعبة اللي عندهم أكثر من 4.5 سنين والأش إم ران متاعهم أقل من 16.5 والأش إم ران أقل زادة من 8.5 وعندهم مش اقل من 6.5 دونك يطلع 16.1 يوفر الكونديسيون دي تحسيب مش مشكل هذيك دونك كيفاش تحسب هي لي فالور هذا الاربر تبدا تقسم كي العاده باش تقص ايش باش تعمل هنايا عندك اكس ان اكس 2 باش نحاول مش باش نحاول نبريديكتيو اللون فماش لون هنا كنلاحظ فماش راضين ومش راضين احمر وازرق كل بوان عنده اون فالور على الاكس زي كريك اللي هو مش مصور هنا خضر 3 دي لكن شوف تعمل الاربر باش تسال اسكو ال هذا فين السؤال شباك هذه اكس ان اكس 2 شباك تسال هذه باللي شبيها كم صورها باللي شوف ايش بيهم صورها هكا شبي بدا باللي جريك هذه باللي بدا حط الموين جريك موين هي 3.6 بعد بدا يسال ولا كيفاش المهم ما عرفش عليه المهم السؤال اللي سألوا الأولاني سأل زوز أسئلة السؤال هذايا كان لاربر سمعني مش كان لاربر كان الإكس دو أصغر من 3.1 إيش معنى الإكس دو أصغر من 3.1 معناها الجماعة على هذا على اللي صار لا مش على اللي صار إكس دو 3.1 فين هي هو إكس دو هوني إكس دو على عكس ديزوردوني 3.1 جي في الزون هذه اللي أقل من 3.1 هما هذوما زوز بوانات هذوما دونك شو يعمل هو يحسب الموين متاعهم يحسب متاع الموين متاع لي بوان هنا يلقاها 0.75 هكا هو حط الزون هذه 0.75 معناها أي بوان يجي في الزون هذه لاربا تعطيك فالور 0.75 شو عمل بعد سأل سؤال آخر اسكو إكس دو بقي سهون بقي سنة علي هاوين يعني إكس دو أصغر من 3.1 أكبر من 3.1 كان أكبر من 3.1 معناها في الزون الفوقانية الكل دونك هذه الزون الفوقانية باش يزيد يقسمها إيش باش يقول إسكو الكريك إسكو الإكس أن سامحوني أصغر من 3.4 ولا 3.4 معناها القصة هذه اللي بالطول دونك إيش حط هذوما فرد صندوق هذوما قال لك عندهم الكريك موين نتاعهم 2.2 وهكذا يبدأ يقص يقص لكن طو في الاربر في الكلاسيفيكاسيون قلنا قصات مش يكون بازي على ناي أكثر قصة تصفي يبدأ يصفي بوانات من نفس اللون فرد شيرة حاول ديما يصفي بوانات فرد لون حاطهم فرد شيرة بينما في ريغريسيون فماش بوانات فرد لون حاطهم فرد شيرة دونك فاش قاعد يصفي هو اون فيت شي يعمل البوانات اللي عندهم اللي جريج متاعهم قريبة يحطهم فرد صندوق هنا اللي جريج موين 4.9
مادام لو كاتر بوان ضمه فرد صندوق مادام لي غري لي زي لي فالور نتاعهم على لي غري يكونوا مش بعاد على بعضهم بار اكزومبل هذه 4.4 هذه 5 هذه 5.1 هذه 4.8 بار اكزومبل دونك هذوكم قراب يحطهم فرد صندوق ويحسب الموين خاطر الموين سي بون استيماسيون بحكم كلهم قراب لبعضهم الموين تكون قريبه ليهم الكل دونك يقول لك البوان في عنده 4.9 مش بعيد تقول لك البوان في الكريك نتاعو 4.9 وهي 4.8 مش بعيد وهكذا دونك يحاول ديما يلوج انها القصه لي معناها اللي تلم لك بوانات عندهم الكريك نتاعهم قريبه يتحطوا فرد شيره معناها فرد صندوق فرد بارتي من التصوير هذه هي هذا شنو تحاول تعمل هي معناها دونك كيفاش تقيم هي القصه نتاعها تاخو باريكزومبل القصة هذه تلقى دو بوان دو بوان هذوكم كيش نعرفوهم قراب لبعضهم ولا تحسب الموين هي وتحسب الديفيرونس بين هذا والموين وديفيرونس بين هذا والموين هذوما لي ديزولور معناها إذا كان هذا الفالور نتاعو 0.7 وهذا 0.8 والموين هي 0.75 دونك البوان اللي الفوق ليرور نتاعو 0.5 والاخر موان 0.5 كيما نقولوا زوز 0.5 كيفما خاطر اللي هي ديستانس ليرور بوزيتيف نيجاتيف موان قداش تبعد على الفالور الصحيحه هكا دونك عندك ليرور هنا 0.5 وليرور هنا 0.5 او موان قداش فما ليرور فما 0.5 يعني الموان نتاع 0.5 0.5 0.5 يجيو لنا بار اكزومبل هنا الزون هذه اللي كراك يدير 2.3 بار اكزومبل بوان غي 2 عنده وهذا عنده 2.5 وهذا عنده 2.2 هذا عنده 2 دونك ليرور نتاعو 0.3 هذا عنده 2.5 دونك ليرور نتاعو 0.2 هذا عنده بار اكزومبل لي غريك نتاعو 2.1 والموين 2.3 دونك ليرور نتاعو 0.2 دونك لي زيرور عندك 0.2 و 0.2 و 0.3 الموين نتاعهم قاش باش تطلع نجمعو نعمل ونقص دونك 0.2 + 0.2 + 0.3 تطلع لك 0.7 تقسم على 3 تطلع لك 0 ماشي نقولوا من عارف 23 ولا حاجه دونك لي رو 0.23 هنا تطلع حاسيلو كل القصه كي يجي يعملها يشوف هو القصه هذه قسمه البلون جماعه هذا في شيره وهذا في شيره قداش لي رو هنا وقداش لي رو هنا القصه هذه قداش لي رو هنا وقداش لي رو هنا لي رو هنا كيما الانديس دو جيني اللي حكينا عليه قبل هنا يا الانديس دو جيني يعطيك الفالور نتاع التعكر عدم الصفاء يعني البلاصه هذه كما تعمل حطها قصه البلاصه متعكره يعني برشا بوانات كل واحد من لون معناها كي تقص القصه هذه انا كل فرد لون من لون تضاف فماش تعكر كيف في عوض ما مينيميزي التعكر دو جيني هذا الامبيوريتي جيني امبيوريتي يمينيميزي الايرور الايرور ينجم يحسبها كما قلنا معناها يحسب كل بوان قداش الايرور نتاعو فالور ابسولو يعمل موين اللي هي ذي المين ابسولوت ايرور فورمولا هذه نتاعها يحسب لي زيرور اون فالور ابسولو يعمل موين يعمل السوم يقسم على التوتال دونك يحسب الموين نجم يحسب الكاري نتاع لي زيرور قد ما لي زيرور يكون كبار قد ما الكاري كبار تنجم تاخذ الكاري هذاك الموين دي كاري دي زيرور وتعمل الراسين نتاعها تزيد فما بليزيور مزور معناها يستعملوه المهم الاربر باش تشوف انهم القصات اللي يعملوا اقل ايرور معناها تختار هذوك القصات الباهين اللي تقص فيهم خاطر هذوك يريغروبيو لي بوان بحيث كل مجموعه نتاع بوانات إذا جريك نتاعهم قراب يكونوا فرد صندوق والفالور اللي جريك أسوسية للصندوق هذاك هي الموين نتاعها ايش رايكم يا جماعه لعل مشكشكه شويه الحكايه ترى تاني الاسئله تعب نعاودها اي بربي محمود كم ترسمات نصف عاودها باه لحظة دونك قلنا احنا في الكلاسيفيكاسيون الار باش تعمل قصات بحيث اللي بوان اللي عندهم نفس اللون تحطوا فرد صندوق اللون هو اللي جريج نتاعنا الحاجة نحب البريدكتيف اللون يمثل كليون راضي ولا بار اكزومبل دونك الكليوني في نفس اللون شنو نحطوهم في نفس الصندوق اش معناها معناها الكليوني عندهم نفس اللي جريج شنو نحطوهم في نفس الصندوق هنايا في ريغريسيون يعني باش يكون عندهم نفس الجريد صعيب تلقى دو باسيون عندهم الورم نتاعهم عندهم نفس الحجم 3.6 هذا الورم نتاعو كبره 3.6 ولا 3.6 دونك شنو نعملوا لي باسيون اللي الحجم الورم نتاعهم قريب لبعضه نحطوه في الصندوق دونك هنايا عندك دو باسيون
ما دامهم تحطوا في صندوق، صندوق الابيض الطويل زي المستطيل، دام لي جريك نتاعهم قراب لبعضهم، هذوما الثلاثه دام تحطوا في صندوق ما دام لي جريك نتاعهم قراب لبعضهم، وهذوما زاد لي جريك نتاعهم قراب لبعضهم، هذوما الجماعه اللي هنايا بالعرض في الصندوق اللي بالعرض المستطيل اللي على اليسار بالطول مش بالعرض، ما دامهم الاربع حطيتهم في صندوق ما دامهم لي جريك نتاعهم قراب لبعضهم، كيفاش تعرف هي القصات اللي المناسبين؟ لا باش تقص برشا قصات، هكا تجرب تريسك جميع القصات الممكنه، معناها تقص لنا ولنا 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 ولنا، بعد تمشي لاكسبر تقص لنا ولنا ولنا ولنا، تشوف انا اكثر قصه تنقص من الريرش، معناها انا اكثر في قصه تعطيك زوج صنادق اللي ليزي جريك قراب لبعضهم، مش معناها القصه هذه اللي على اليسار هذه الاولى بالكل اكس 2 اصغر من 3.1، تعطيك الصندوق الابيض اللي من اللوطه والباقي يقعد في شيره واحده. دونك كيفاش تحسب الكاليتي نتاع القصه هذه، تقيمها باهيه ولا شوف لي دو بوان هذوما قداش الفالور نتاعها، كانهم بعاد على بعضهم راهم بعاد على الموين، كان بعاد على الموين راهم بعاد على بعضهم، دونك اش تعمل هي تحسب ديستانس بينهم هما بين الموين نتاعهم، معناها يعني هذا بار اكزومبل اللي جريج نتاعه حجم الورم نتاعه 3 وهذا حجم الورم نتاعه 16 كان جاتك، والموين اشتقاها بار اكزومبل 8 ولا 9، دونك هذوما دي بوان بعاد على بعضهم ما عندهمش نفس الجري، ما يتحطوش في نفس القصه، لكن الاربع هذيا حطيتهم في نفس الصندوق دونك اون فيت يكونوا قراب لي زيكري، اذا هذيا لي جريك موين ديجا كل صندوق الاربع باش تحط فيه لي جريك موين قداش، لي جريك نتاع هذا ولي جريك نتاع هذا، يعني حجم الورم نتاع هذا وحجم الورم نتاع هذا وهذا وهذا وهذا، تحسب الموين نتاعهم سيت فيغو تروا هو حجم الورم نتاع لي باسيون اللي في الصندوق هذا، الحجم الورم الموين معناها في كل صندوق عندك حجم الورم الموين، هذوما الزوز الموين 0.75 دونك زوز تقام بلوز موان قراب ل 0.75، هذا الورم تاع 0.6 هذا الورم تاع 0.8 باغ اكزومبل، وهكذا كيفاش الاربر تو تختار القصه، قلنا كيما نقولوا كيما قلنا معناتها برشا قصات تشوف انهم لي انها القصه اللي تعطيك صنادق في معناها لي بوان لي زيغري تاعهم مش بعاد، لي زيغري تاعهم مش بعاد معناها لي جور هذه صغيره، اسكو ريجل هكا ولا باقي ما عرفتش كيفاش نوصل الفكرة؟ واضح عايش كي محمود باهي بغيت العفو باهي باهي الحمد لله شكرا باهي، دونك باش نعمل تو باش نابليكيوها بالكود هكا هي اخر حاجه اليوم نزيد نطول برشا عليها كالعاده في عوض كالعاده اس كي لوني بيبليوتيك تاع المشين لوني الموديل نتاع تري هو فيه الحاجات اللي تابعين لزابر، في عوض ما نقولوا ديسيجن تري كلاسيفاير نقولوا ريغريسور، باش نعمل ريغريسيون دونك نصنع له شجرة سميتها regression tree هنا سميتها decision tree regressor باهي بون مش سميتها يعني هي decision tree regressor من نوع هذاك، قول له فيت تو معناها ايها الاربر حاول تلقى نوع من القصات اللي يلقاو يقسموا لي باسيون بحيث كل مجموعة نتاع الباسيون عندهم دي فالور قراب معناها نتاع لي جري، تعمل هكاك هي تمشي تعمل القصات المناسبين نتاعها، قول لك ايتها الاربر ايتها regression tree يقول لي تو كي جماعه كي اللي ترينيت على ممكن عاده فما ديك اليوم باش ترين عليهم فما ديك اليوم باش تستي عليهم، نقول لها كي جماعه ديك اليوم اللي ترينيت عليهم هذوكم تعلمت منهم هما كيفاش تعمل القصات نتاعك اعطيني الاحجام نتاع لي تيمور نتاعهم هما، تقول لي تفضل هي نقول لها شكرا القول نتاعها نحطه في الفاريابل هذه ايغريك بريد ترين سميتها، معناها ليزي غريك اللي بريدكتاتهم لاربر على ترينينغ داتا سميتها ايغريك بريد ترين، اش نعمل تو نقارن لي فالور تاع التيمور الحقيقيين تاع لي باسيون هذوك تاع تري محطوطين في الجريك تري واللي فالور اللي عطاتهم لي لاربر، دونك باغ اكزومبل الباسيون الاول لاربر قالت لي التيمور نتاعو 2 وهو 2.1 باهي، باغ اكزومبل الثاني قالت لي 10 وهو عنده 3 خايبه وهكذا، دونك المين ابسولوت ايرور هذايا اش يعمل هذايا، قول لي اون موين لاربر قداش بعيده على الحقيقه، لا بدي مش تكون بعيدة خاطر بروبليم دو ريغريسيون فالور الحقيقية متاع تيمور مثلا 3.5 اون بريديكسيون باهية هي 3.6 3.4 حاجة كيكا ايرور 0.1 بريديكسيون خايبة وقت اللي التيمور كبروا 5 وهي تقول كبروا 10 ايرور 5 جملة واحدة، ايرور موين تاع الاربر متاعنا هي 0 براتيكمون على اللي شفتوا لي كليون لي باسيون اللي الاربر معناها ترينات عليهم وريناهم لك كوم اكزومبل باش تتعلم منهم بالرسمي لا بالمعنى قاعده تجيب في تاع
تعطيك التيمور الحجم تاعو بالضبط. الرير صفر هو الحجم تاعو 3.16. لا برت تقول لك 3.16 مش 3.17 ولا 20، لا 16. ايش رايكم في الاربعه هذه؟ صفر ايرور. ما هيك خطر اذا جات رينيت عليهم معناها مش نتاع التست هكاك ترينيت عليهم حفظتهم. موديل حافظ، موديل حفظ التست نيجاتيف. شفتوا القصه تضمن الموديل بتاعنا عباره الاربع قاعده تقص تقص كالعاده، كل بوان حطيته في صندوق المويه نتاعو هي الفالور نتاعو. دونك كي جيف ميجاش بريديكتيبل المويه نتاعو، دونك مريجل معناها الاربع باش تقول لك باش تعطيك الفالور الصحيحه من غير حفظتهم. كل بوان عباره حطيته في الصندوق نتاعو. بينما توا باش نتستيها على ديك ليوني ما تعرفهمش الباسيون عاد مش كليون كيما نوض بيناتهم، نحسبوا ليرور نلقاو 3.6. معناها كي لاربع تعطي تقول لك هاي حجم التيمور بليز اوموان 3.6، وبحكم معناها لي تيمور كبرهم في 3.9 12 3.6 بليز اوموان كبيره. معناها واحد تيمور نتاعو 9 وهي تقول لك تيمور نتاعو 13 ولا قداش، تبعد ماهيش طياره. خير من الريغريسيون لينير، ريغريسيون لينير تعطيك زي عطاتنا 4.3، الاخر خير شويه 3.6 مش دونيه. اه باقي مش طياره. دونك اون فيت هذه اش عملت؟ جمع لي ترينات عليهم حفظتهم، جبنا لهم حكم ما تعرفهمش بلبزتهم. هذا الموديل حافظ وماهوش فاهم، ساعات يكون حافظ وفاهم، هذا حافظ ومش فاهم. هذا اللي تيديون اللي حفظ 10 اكزاسيسات مات، كي جاو هو جاب نوت 20/20، مرة جاي عمل نفس العمل حفظ 10 اكزاسيسات جاو عود اخرين جاب رير كبيرة جاب 3 في الدفوع. دونك شو نعملو توا؟ باش نجربو نعملو كيما قبالي، باش نزبروها شوية شجرة. هي كيفاش تحفظ الداتا؟ كيفاش تعملها العملة هذه؟ هي وقت تمشي لترينات عليهم تحفظهم كيما هما، تقعد تقص 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 كل كليون تحطو في كادر. انت باش تعمل كادر على كل كليون باش تعمل برشا خطوط معناها برشا قصات، باش تغرق هي أغرق برشا من هذي، تكون غارقة غارقة ياسر معناها. دونك احنا نقول لها ما تغرقش ياسر، حبيش توصل نيفو نتاعك أكثر من 15، حبيش معناها هذه قداش الدبث نتاعها الغرق نتاعها. أطول برونش فيها سؤال 2 3 4 قداش هذه الغرق نتاعها؟ 4. الأربر بتاعها الله أعلم مابقاش غرقت. أنا شو نقول لها ما تغرقش أكثر من 15؟ شو نجرب؟ ذي أربر أخرى أناجر another regression tree سميتها، قل لها أي أيتها الأربر الأخرى اللي قلنا لك ما تطولش ياسر، تعلم عامل إكسترين عامل إكريكترين، تعلم أصنع القصات المناسبين. شوف شو عملت، عملت المطلوب وتعلمت. قل لنا هيا تو عطينا بريديكسيون كي جمعني ترينات عليهم عطينا أحجام التيمور نتاعهم. قالت لي تفضل، قلت لها شكرا حطيت القول نتاعها في الفاريابل هذا. وبعد حسبت لي رور موين بين البريديكسيون نتاعها وبين الأحجام الحقيقية نتاع التيمور نتاع الكليون دوك اللي ترينات عليها، لقى 0.08. بعد ما كانت في الزيرو الرور نتاعها وليت الرور 0.8 طلعت. ايش رايكم يا جماعه، حاجه خايبه ولا باهيه؟ حاجه خايبه باهي باهي، حاجه خايبه الرور كبرت معقول. لكن كي نجي نشوفه تو ناخذ الاربر نتاعنا قلنا لها شو رايك في كل كليون اللي نشوفهم كليون جدد ما تعرفهمش يا اربر، تعطيني قداش زعما يطلع احجام التيمور نتاعهم حسب البيانات نتاعهم؟ قال لي ها قداش يطلع، عطاتني لي فالور هذوكم حطيتهم في الفاريابل هذي وحسبت لي رور موين، نلقى تعرف في رور نتاع 3.5 اللي هو اقل شويه من 3.6 معناها، هنا 5.2 هنا 6.4 معناها ترى نقصت باكثر من 0.1. دونك لي رور في الترين طلعت شوي، طلعت كونسيديرابلمون، لكن لابر نتاعنا كي نعطيها دي كليون ما تعرفهمش اون جينيرال كي عملنا الفاز هذه الايرور نقص، الايرور كثر في الترين لكن نقص في التيست. شو رايكم يا جماعه؟ شنو نقولوا هنا؟ يعني وليت فهم اكثر من اللي حافظه. حسنت وليت فهم اكثر من اللي حافظ. باهي دونك كملنا اليوم، نعرف طولت عليكم الله غالب ريسك 10 10 الى 4 عندي، نعتذر على التطويل ان شاء الله ما نكونش
طلبت لكم اي بلون على كل دونك شكرا على الحضور. فمش يكون عنده كيستيون اللي ما عندوش ينجم يتفضل على روحه شكرا, واللي عنده كيستيون ينجم يتفضل يسأل. ميرسي محمود. عفوا عفوا غير مزيان. صحة محمود مرحبا. يعطيك الصحة محمود. شكرا الله يبارك لك. محمود بلاي ثم ونجسترمون ولا؟ اي ثم. الطيابة في الشان يوتيوب نتاع الكلوب ونورمالمون نسوي رياضة في الجروب زي ما نعرفش. ان شاء الله. ان شاء الله.